متابعين ومشاهدين احبابنا، بس حبينا ننوه انه هذا اللي كان موجود معاكم الان على الحلبة هي كبشولة مش دم حقيقي، عشان تعرفوا انه ما احنا ما بنضحي ولا باي لاعب، وهذا رجال شو عرض شو فقط لا غير، وهذه الدماء اللي سالت على الحلبة مش دماء حقيقية. وحكم بينهما الشبح من
وفواكه طويلة خاصة I'm not afraid.
شركة مياه
الاهلي مره والاسماعيلي وزاد كلمه كان بفضلهم وبفضل امانه عمان ومركز الشمس الرياضي كان هذا من رجاء الاسماعيلي وزاد كلمه خلينا نشوف وين التحيه الجول الله خلينا نشوف الشبح على الحلبه وين الشبح خلينا نشوف الجزائر القادم شبح نسمع كف كبير للشبح نسمع الشبح وين الزخمه للشبح الحكم اللي معنا اليوم دايما برضه مكلبينه معنا اليوم الشبح على الحلبة راح نرحب بالنزال القادم بي رحبوا معنا بي جوبلين والمعاقب وين الزفة لهم للفوق اسمع كفوق فوق وين التحية لجوبلين وين التحية للمعاقب شوف على جوبلين
هو نزاهم على دوام كبير Yeah.
ها؟ Thank you.
Thank you.
خلصت كمان مره على الكابتن عامر الكلبي بطل العجب المنتخب عن حره. جميل جدا. طيب تحب تعرفك بنفسي؟ انا معاك محمد الرك بطل الاردن المصارعه الحره. انت داخل الرنج يعني ماخذ الاحمر الاخر وقاعد بتحكي وكأنه مفيش حدا موجود هون معبي عينك. اهلا وسهلا اخواني، في متحدي من العقبة وبقول انه بطل الاردن وبتحدى ابطال العالم. انا بطل من محمد جلال في هذا الصبح، انا جاهز.
وراح نشوف جلال بتجنن في العقبة، وراح يرجعوا شباب عمان رافعين الديره. طبعا النزال راح يكون الجمعة القادم في ساحة الثورة العربية الكبرى. Thank you.
الآخر بطل يشاع له بالبنان ويشار له، له بصمة تاريخية في رياضة المصارعة وقد كتب اسمه بحروف من ذهب. والآن معي بطل حامل حزام بطل الأردن صاحب لو سمحتوا للموجودين هون على المدرج، لو سمحتوا ولا واحد يضرب، إذا سمحتوا لو وجد